لا يزال المواطنون الجنود الذين تحولوا إلى أبطال بعد الإطاحة العام الماضي بالزعيم الليبي معمر القذافي يجوبون شوارع ليبيا. وفي مدينة بنغازي الشرقية يتولى المحاربون السابقون إدارة نقاط التفتيش وحركة السير، وهم أيضا يرافقون المسؤولين في زياراتهم ويحرسون المرفأ والمطار. في الناس اللي ردت الحياة المدنية طبعاً، وفي اللي عدل العمل بتاعه رد، وفي طبعاً من التوار اللي كانوا أكثرهم اللي عاطلين على العمل، يعني يقولوا الأغلبية يعني نسبة مثلاً تقول 70% يعني جت تو انضمت للجيش الوطني ولحماية البلاد وحماية المواطن إن شاء الله. لم يكن من خيار أمام الحكومة المركزية الضعيفة منذ الحرب إلا الاعتماد على مجموعة من الميليشيات لحماية البلاد وحدودها، لكن المتمردين السابقين يشتكون من إهمال السلطات لهم، وهم يتهمونها بعدم بذل جهود كافية لتطبيب المقاتلين الجرحى. قصفت قوات القذافي سيارة أسامة الدالي في منتصف تموز يوليو الماضي في معركة البريغا على بعد 200 كيلومتر من بنغازي، فاضطر أسامة إلى قصد تونس المجاورة لمعالجة إصابته. الإنسان مقدم روحه لأجل الله ولأجل الوطن، فبطبيعة الحال اللي ما نرجعش من الناس هذوم إلا أنهم يكونوا فعلا قد قصدنا الأرواح اللي استشهدت، وقد الناس اللي قدموا أرواحهم وهالجرحى الكم الهائل من الجرحى هذوم كلهم أنهم يكونوا في المقياس هذا وفي المستوى هذا فعلا. يرفض مقاتلون كثيرون من أيام الثورة الالتحاق بالجيش النظامي أو بالشرطة، ويقول رئيس قوى الأمن في بنغازي إبراهيم البرغثي إنه ينبغي تطهير هذه المؤسسات من المسؤولين الذين يعدون من أركان نظام القذافي الظالم. سحبوا البساط من تحتنا، الأزمة كانت أزمة ثقة، لأن الناس اللي صعدوا في مفاصل الدولة والناس اللي اشتغلوا كان المجلس الانتقالي كان مخترق، كان المكتب التنفيذي مخترق، كان الأزلام اللي براعتهم وناس مردوا على النفاق وناس خطيرين في المناورة السياسية والأمنية. لا شك في أن تعاون القوات القديمة مع القوات الجديدة ليس بالعملية السلسة، إلا أن المقاتلين السابقين يؤكدون أن إلقاءهم السلاح سيؤدي إلى فراغ أمني. احنا ما زلنا ثوار وما زلنا على الأرض وما زلنا نطلع من جديد كجي صح، لكن ما زلنا ثوار وفي ثوار حقين في أي لحظة يطلع. تحذير يتردد صداه في مدينة بنغازي معقل الثورة التي طوت صفحة ديكتاتورية امتدت على 42 عاما في ليبيا.